السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم زي ما شفت عنوان الفيديو، الرد على اللي بيدعوا تنظيف الشجر بأشياء يعني ما ينفعش تستخدم أصلا، يعني لا تست... يعني قولا واحدا كده لا يمكن استخدامها على النباتات، لأن بها مواد أصلا ضارة جدا بالنباتات. يعني أنا شفت فيديو بالصدفة، طلع لي فيديو قدامي بإن قناة زراعية، طلع الفيديو ليا قدامي بيقول لهم إيه إزاي تخلي الشجرة لامعة ونضرة وخضرة كده وتشوفها شكلها جميل على طول، وترشها كل شهر بالأشياء دي. يعني النهارده مش هخلي فاصل ومش هخلي حاجه، مش هعمل فاصل في الفيديو ومش هعمل كلام رسميات، خلينا نتكلم على طول. الفيديو ده كان عباره عن ايه؟ بيرش الشجر بصابون سايل، صابون السايل النون، مش الصابون السايل الزراعي، لا ده بالصابون السايل بتاع المنزل لو بتغسل بيه ايه الاطباق والايه والاغراض بتاع الاغراض المنزليه بتاع المطبخ، الأغراض المنزلية بتاع المطبخ. طب الصابون السائل ده يعني فيه بتاع سكاوي، فيه مواد ثقيلة. عشان بس بخش أنا عايز أتكلم يا جماعة، أنا بتكلم كلام أنا عارف تركيبه علميا وعارف كل حاجة، يعني مش بشكر في نفسي، لا أنا مش عايز أقول كلام الناس ما تفهموش، لا أنا بتكلم أنا بحاول طبعا أوجه كلامي كله يعني دايما إن الناس كلها تفهمه وتفهم أنا بقول إيه. يعني في عناصر ثقيلة، يعني في عناصر ثقيلة. طب دلوقتي أنا هجيب السم ذات نفسه أنا وأرشه على النباتات، وبعدين غسيل إيه اللي كل شهر يا أستاذ؟ غسيل إيه اللي كل شهر؟ يعني وأرجو كل اللي يجي يفتح قناة زراعية يكون راجل حتى متعلم، يعني واخد كلية زراعة مثلا، يا أخي على الأقل واخد دبلوم زراعة، مش هقول كلية لا دبلوم. يعني انا لما قررت افتح القناه، انا فتحت القناه انا خريج كليه زراعه، غير ان خريج كليه زراعه انا اصلا متربي في وسط الزراعه، يعني انا من الاساس اصلا راجل زراعي، دي مهنتي من الاول. فلما بقى اما باجي انا المعلومه بنقلها صح، وبتاكد مع على فكره يا جماعه، يعني قبل ما اعمل فيديو بتاكد من صحه المعلومات بتاعتي جدا 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 من الكتب ومن كل حته، ويعني مفيش معلومة بقولها كده. فتيجي انت النهاردة تقول للناس رشوا الشجر بتاعكم رشوه بصابون سائل، رشوه بصابون سائل، يعني انت جبت التايه، انت يعني انت كده جبت التايه. اما يرشوا الشجر بصابون سائل عشان يبقى شكله اخضر وجميل، يا اخي قول لهم رشوه كل شهر بإن بي كي، نيتروجين بوتاسيوم فوسفور، نيتروجين بوتاسيوم فوسفور او نيتروجين فوسفور بوتاسيوم، اي حاجه يعني قول لهم كل شهر. لا مش تقول لهم كل شهر رشوه بصابون سائل بعناصر تقيله، يعني الشجره هيلف عليها السنه هتدبر. يعني ايه هتدبر؟ يعني الشجره هتبتدي بقى خلاص تموت، هتبتدي خلاص تاخد بقى علامات ان هي ايه، هتقف مش هتجيب لي مواد خضريه تاني. بعد كده هيبتدي يحصل لها تحورات تانيه، بعد كده هتبتدي تلاقي الشجره بتموت من الايه، من العناصر الثقيله اللي انت رشيتها بيها اللي هي في الصابون السايل. وكان جايب صابون السايل اللي كان عرضه قدامه في الفيديو، كان جايب البريل، المنتج يا جماعه البريل اللي بيغسل الاطباق والاغراض المنزليه والمعالق والحاجات دي في المطبخ بتاع المنزل، يقول لك بيخليها ذات نضره وجمال. طب اقول لهم رشوها، يقول لك كل شهر. الغسيل اللي كل شهر يا استاذ؟ ده احنا رشه الغسيل في الموالح ده مثلا، في شجر البرتقال ده اهو اللي هو طارح دلوقتي ده اهو، بتترش مره واحده في السنه. يعني الرشانه بالزيت الصيفي ما بنرشش بالزيت الشتوي، الرشانه بالزيت الشتوي ما بنرشش بالزيت الصيف، هي رشه واحده في السنه، رشه غسيل. فانت تيجي تقول النهارده رش كل شهر رشة غسيل، ده انت كده راجل ضل مضل،
يعني زي احنا بنقول في ناس لما بتيجي تنقل المعلومه دي غلط بنقول عليه راجل ضال، ده انت كده برضه راجل ضال مضل في الزراعه برضه كمان، وحرام عليك وهيتحاسب كده على الكلام ده. تمام. في بقى صابون سايل زراعي، وبرضه بيترش مره واحده في السنه، في صابون سايل، في حاجه اسمها صابون سايل زراعي، بس ملوش دعوه بالصابون السائل يا جماعه بتاع المنزل خالص، لا بيغسل، لا بيتغسل بيطبق ولا ده صابون سائل عباره عن مركبات من البوتاسيوم والفوسفور، عباره عن مركبات من البوتاسيوم، يعني يعتبر مغذي في نفس الوقت. الصابون السائل الزراعي ده يعتبر مغذي في نفس الوقت، وبترشش برضه الا مره واحده في العام، مش كل شهر برضه ولا حاجه. فدي كانت نصيحتي النهارده، مش اي حد يا جماعه يعمل فيديوهات وانا اللي احزنني وخلاني يعني اعمل فيديو زي ده، انا مش غيران منه مثلا، لا والله ابدا، لقيت الفيديو جايب مشاهدات كتير، مع ان جايب مشاهدات كتير يعني في اكتر من ان يعني الفيديو تقريبا والله كان ما والله مش عارف والله ما فاكر كان جايب مشاهدات قد ايه، بس كان جايب مشاهدات كتير. بس كده يعني في ناس كده اللي شافت الفيديو دي اكيد في ناس منهم هتطبق الفكره دي يعني، وبعد ما تطبقها يعني يبقى عنده في حديقة منزله مثلا زرع أشجار مثمرة، وهدفه إن هياكل منها بقى ولا زريعها يعني برضه بعد كده تموت، عشان نصيحة واحد فاشل. هو أنا يعني أنا أتحداه يعني، ولو يعني ربنا يوقعه في الفيديو ويشوفه، أنا أتحداه إن كان هو بيعمل عنده كده. يعني هو جاب شجره في الفيديو، وكان جاب شجره تقريبا كان بيرش شجره هيبسكس تقريبا، شجره زينه، هو كان بيرش شجره زينه، هو راجل ناصح يعني، هو بيرش في الفيديو قدامكم شجره زينه. لما قال في الفيديو بقى في الفيديو كان بيقول لكل الاشجار الفاكهه وكل، طب هو بيرش شجره زينه، طب انا اتحدى ان هو كان بيرش كل ان هو بيرش كل شهر بالصابون السائل او بالبريل زي ما كان بيعمل في الفيديو كده، والاشجار عنده ما ماتتش. انا اتحداه يعني كان بيعمل كده كل شهر والاشجار ما ماتتش عنده. هو راجل يعني هو ما عندوش مصداقية، دي أولا ما عندوش مصداقية. وفي الختام والسلام ختام، وأرجو كل الناس كل اللي يشوف فيديو يبحث وراه، طالما معلومة كده يلاقي المعلومة فيها حاجة يحس إن في حاجة غلط يستشير بقى قلبه الأول، وبعد كده يدور، لقى المعلومة ما فيهاش دقة ما ينفعش يستعملهاش على طول كده. لو لقى فيديو انا من لو لقيت فيديو عندي انا يعني شكيت في امره، ما تعملش الحاجه اللي فيه دي زرعه، ودي شجره متربيه وبقى لها 20 30 سنه، انت مش هتيجي تموتها في شهر. تمام يا جماعه، و اشكركم، واللي عنده اي استفسار او اي سؤال يسيبه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.